بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا ثار الله وابن ثار والوتر الموتوب، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار. يا أبا عبد الله، لقد عزمت الرزية وجلت وعزمت المصيبة، بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعزمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات، فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشيائهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله، إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة، ولعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية قاتبة، ولعن الله ابن مرجان، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله الشمراء، ولعن الله أمة من أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك، بأبي أنت وأمي لقد عوم مصابي بك، فأسأل الله الذي أكرم مقامك
وأكرمني بك أن يرزقني طلبا تاركا مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعل لي عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله إني أتغرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونسب لك الحال وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانا وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم برئت إلى الله وإليكم منهم وأتغرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالات وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناسبين لكم الحال وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب ثاري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطيني مصابا بمصيبته مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إنها
تبرکت به بنو امیه و ابن آکلت الاکبابات اللعین ابن اللعین على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله. في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم العرب سفيان ومعاوية ويزيد ابن معاوية عليهم منك اللعنة الأبد العابدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فزعف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتغرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي وبالبراءة منهم واللعنة عليهم وبموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تاب له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا، ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجان وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم لك الحمد وحمد الشاكرين لك على مصابهم. الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبتني قدم الصدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين
الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام.